خصوصا على المجتمع الجمعيه العامله في البرامج المشاركه المواطنه. جماعه العرائش هي ضيقة المجتمعيات النشيطه في برامج التعاون الدولي. هي جماعه حائزه على جماعه مواطنه وتشارك بكثافه في البرامج التعاون الذي من طرف المديريه العامه للوزاره الداخليه وبشراكه مع جمعيات المجتمع المدني. لم اعتقد بان اليوم هي خطوه اخرى في اطار تعزيز الثقه المتبادله بين جماعه مدينه العرائش والجمعيات الفاعله في المجتمع المدني. نتمنى استطعنا عندنا اجتماع مع الجمعيات. اغلبيه المشاريع هي مشاريع يمكن وصفها بمشاريع جاده، مشاريع في صلب الاهتمام اولا بالمشاريع المغربي، في صلب ميثاق والقانون المنظم للجماعات المحليه، في صلب الدستور المغربي اللي اكد على الضروره ديال الانفتاح على الجمعيات المجتمع المدني وارتقاء الادوار الدستوريه والايمان بهذه الجمعيات. نشكر جميع الجمعيات اللي حاضره اللي استجبت من هذا الاجتماع اليوم. توقيع الميثاق اللي عقد السيد الرئيس اليوم مع الجمعيات هو تعبير على انخراط الدائم للجماعه. صحيح مع الكوفيد وما يقع في المغرب وفي العالم في صعوبات كثيره واولويات ربما ديال الجماعه التراميه تغيرت، لكن كتبقى احدى اهم الركائز ديال جماعه العرائش هي الانفتاح على الجمعيات. شكرا للجميع، شكرا السيد الرئيس على الاستجابه ديال الدعوه، ونعطي الكلمه للسيد الرئيس ان شاء الله. والله ما سمعتش غير النص. اولا كنشكر المزيد تحبهم كل الجمعيات على المجهودات اللي كتعملوا الصراحه. هي زعما الانسان كيكون لما جات شي الاخبار من شي جهات راه كاين حوايج كيتعملوا حنا ما كنعرفوهمش بعض المرات. المهم جات الفرصه اننا نكونوا في واحد الشراكه، وحنا بالنسبه لنا احسن واحد منكم ولا اكثر. حنا مستعدين نتعاونوا كاملين، والمناسبه كانت شي حاجه اللي كنت حنا نساهموا مثلا، حنا ديما مستعدين. والمجهودات ديالكم وصلتنا وداكشي اللي باغي ندعموا واخا الظروف اللي هي قاسيه صراحه ولكن زعما داكشي وصلنا ديالكم زعما الصراحه يعني، وحنا مستعدين للمستقبل. هو اللي ضرب والله الدواء باغي يتهز علينا باش نقدروا نخدموا كي بغينا، راه حنا ماشي معدلين. تفضل عفوا شي. شكرا، تحية جمعوية للجمعيات الحاضرة هنايا، تحية للجماعة وتحييكم بشكل كبير للتجاوب ديالكم للانفتاح ديالكم لهذ المبادرات الجمعية والمدنية. حنا في برنامج برنامج جديد تاعكم تبني المجتمع المدني، ولكن بالخصوص لخلق الديناميات ما بين الجمعيات وما بين الفاعلين الترابيين وبالخصوص الجماعة. كاينين امكانيات عند الجماعه، امكانيات كما كانت راه كاينين امكانيات. كاين امكانيات ايضا ديال المجتمع المدني، فلا سينيرجي ولا كولابوراسيون ما بين هاد الطرفين هذه ما يمكنها الا تعطي واحد القيمه مضافه للمدينه. فهذه خطوه يعني حنا سعداء جدا بهذه الخطوه هذه اللي قامت بها الجمعيات وقامت بها يعني الجماعه الاجتهاد ولا الاشتغال يعني للنية الحسنة ديال الجمعيات المدينتي اللي تنحييها بهذه المناسبة هذه، ونتمنى أنه جمعيات أخرى تنضم وأيضا يكون واحد لا كونكريتيزاسيون ديال هذا البارتناريا، يعني يكون واحد يعني الجمعيات ياخذوا يعني على عاتقهم والانجاجمون يعني الالتزام. ممكن تبقاو مجموعه من الاشكاليات وكل واحد تحسو في الاشتغال. فانا هذه المبادره هذه هي مبادره اللي فريده من نوعها، اللي كاين في 4 ديال الريجيون ديال البرنامج. هذه هي المبادره الاولى. والعرائش والجمعيات اللي حاضره اليوم يعني التجربه ديال هذا لو مومون اون فالو بارطاجي مع لي بارتنير كاملين
باش تاهو من نشجعوهم ونحمسوهم انهم يديروا لا ميتور. دونك فهنيئا لهم بهذا السبق. وانا يعني جد مشجع الانسان نسمع يعني اخبار اخرى ديال واحد الاشتغال مشترك وتجاوز الكل اللي كاين كل واحد فاش يشتغل في الاطار ديالو سواء القانوني او العملي. ولكن اليوم كاين حاجه ماسه للتغيير، حاجه ماسه لانه الشباب في الترا اللي تنظن بانه مثل هاد المبادرات من كلها الا تستمر سياسات العموم. شكرا لكم. شكرا تحية للحضور الكريم. مبادرة العمل مع الجماعة هي جت من خلال شوية الجمعيات اللي شفنا في شيء منطقي، لأن البرامج اللي عند الجمعيات هي التنزيل ديالها في أرض الواقع، وأرض الواقع فيه شركاء فيه مؤسسات كما كان لونها سياسي ضروري التعامل معها، لأن هي مؤسسات قائمة وضروري أن العمل ديالها يكون في التراب وخاصة تتعامل مع هاد المجموعة ديال هاد المؤسسة. العمل نتمناه أن يكون أكثر يعني فاعلية، لأن الميثاق درناه في عقارات هاد الأونة، لأن كنت كنشوفو في البداية باش يمكن أنه فعلا لأن أشرفنا على نهاية المشاريع، المشاريع ما بقاش في مدار طويل. لذلك كيخص المهم خطوة مؤسسة مزيانة أن درناها، لأن كما قالت الأخت الكيسام هي باجرة أولى والعرائش كلمة سباقة في هذا، وكنشكروا مجلس البلدي على التجاوب ديالو في هذا الصدر. مناسبة أنتهي بها، لأن المجلس البلدي في التعاون ديالو ماشي ضروري بمادية، حنا بالنسبة لنا الاتحاد الأوروبي وفرنا واحد الإمكانية اللي ممكن أن نخدموا، ولكن كاين الإمكانيات اللي متاحة وكاينة بسيطة، يمكن أن مثلا نعطيكم مثال هو محطة مثلا قديمة ديال العرائش، لما لا تحويلها عوض أنها تولي مرتاح الأزلام يعني أشياء شابة داخل ديك المؤسسة، تكون مؤسسة ديال الجمعيات، ممكن مجموعة ديال الجمعيات ما عندهاش مقرات، ممكن أن الجسم في أشياء بسيطة ملك عام ديال هذا يمكن تفوت، يعني مجموعة ديال الإمكانيات يمكن أن المجلس البلدي يساهم بها وهي بسيطة جدا، وفعلا كيرسخ الجماعة المواطنة، وفعلا كيرسخ التعاون الجدي، لأن العمل اللي كيديروا هذه الجمعيات اللي حاضرة هو عمل مكمل للجامعة، يعني حنا بالنسبة لنا لا نجد حرجا في التعامل مع المجلس البلدي باعتباره مؤسسة قائمة، وخاصة نتعاونوا ونمدوا خيوط العلاقة معها باش يكملوا. بالمناسبة كنحيوا الإخوان ديال مكتب تطوان اللي جابوا كيوا هذه الخطوة وجاؤوا من بعيد رغم الله. بالنسبة لنا لا نجد حرجا في التعامل مع المجلس البلدي باعتباره مؤسسة قائمة، وخاصة نتعاونوا ونمدوا خيوط العلاقة معها باش يكملوا. بالمناسبة كنحيوا الإخوان ديال مكتب تطوان اللي جابوا كيوا هذه الخطوة وجاؤوا من بعيد رغم الله إشارة ديال الظروف المناخية الصعبة. كنشكركم وكنشكروا جميع الجمعيات، ونحن سعداء في المضي في هذا البرنامج لصالح المواطن وصالح المدينه. وشكرا. بعد ما هذا النقاش ما عندناش مشكل، انا بالنسبه لي واش قدمتوا شي طلب وما ناقشناش، بالعكس دابا حنا كنجيو كنبداو نفكروا على بوحدنا، ومنين كنعملوا المشروع ها كيرو بلا صيغاتو بلا كيفاش نعملوا كذا، بالعكس هاي جبتيها دابا شلون جلسوا ما عندناش مشكل، بالعكس حنا دابا عملنا بحال فيها حقيقة فيها مشاكل، أجي نشوفكم مثلا شنو يمكن تعمل التصرف ديالكم، حنا ما عندناش هذا الشيء ديال المدينة ديال الجمعيات وديال الساكنة ديال المدينة ماشي ديال الجماعات، الجماعة هي كتسير، حنا ملي غادي تجيبوا فكرة وغادي تجلسوا يا بوش غادي تستعملوها كيف بغيتي، بالعكس شكرا صافي ندوزو للسوق، حنا اجتماع مرتبطين باجتماع آخر ندوزو للسوق واضح شكرا تفضل سيدي دا إذا كان مستوى العمليات الدمية أخويا غادي سنين يكونوا مرتبين هاي هذا الشيء نقولوا هاي لا عندو الكاش لا شي كيف نخليو تنبع
نقول عيطوا له دابا يلاه عيطوا له ثاني دابا باش ما يديروا النسخه ديالو Thank you.